tadi ini asas saja yang minum John Berry, John Denny. Dah kuri amal itu kita di kita mau min kuri yang kita tu asas yang rugi itu kita yang minum rugi minum pada kiri. Alfi kiri حولنا احنا عندنا كم شغل عندنا او الشغل الاول ممكن خلينا البروجكت الضج ممكن يعني يتطور في كل الجامعات في السودان يشتغل البروجكت اللي شغال ضج بدل مثلا يعني زي ما يشتغل حسب التروجيه الكنترول والكنترول والجمود وما يجمود اقلب هناك يكون الكنترول من عندك يعني انت تقلب بعد كده داير قوالب عند القوالب بدون ما يحتاج تقول مثلا يجيب ولا يعني الكنترول يكون من عندك في برنامج ثاني خلي لك مثلا الشاشه جرافيك تبعك دي ممكن بين الطارات ومع الاثنين الالكترونيين دي يعني عمليات كلاسيك الابعاد للشاشه وللتحكم التعليمي في برنامج ثالث اللي هو تستخدم كماوس الريموت نفسه تستخدم كماوس هسه حنشوف معنا البرنامج ده يعني كيف الواحد مثلا الريموت ده يستخدم ماوس يمشي ويجي يعني يمسك الريموت بدون ما يسال الكمبيوتر او يفتح الكمبيوتر فهسه انت عندك خلينا نشوف البرنامج الاول حق الماوس تعالي كده الجهاز جاهز ومتري يعني ممكن بعد ما قاعد على الكمبيوتر شغال ويا حاجه بعدين ممكن تتحكم بالقوالب البرنامج الاول اللي هو بيتحرك بماوس بيشتغل كده بماوس لكن محتاج للمبه الكبريت تكون شنو جذام لانه بتقرا مع الكاميرا دي بتقرا اللمبه هي اللمبه فمجرد ما قرات اول ما يحرك بيشتغل معاك الماوس بيشوف بس هنا كيف ده مساعده وزور ده زور يجي مساعده كده التحكم يكون من الريموت ما وصل الكمبيوتر ولا هنا يعني انت مثلا داخل خلال عبر الريموت في برنامج في نفس البرنامج البرنامج ده فيه ثلاث مشغلات في مشغل بتاع جوجل ايت جوجل ايت طبعا هنا في السودان يعني ما جوجل ايت او جوجل ماب ده ما موجود في السودان ده مجرد ما يجي الكره الارضيه اي حركه للجهاز تحرك لك الكره الارضيه قدمت الجهاز لقدام الكره الارضيه تتحرك لقدام لفيت الريموت كده الكره الارضيه بتزيد معاك مع حركة الجهاز بتاع الريموت ده بتاع جوجل ايت وده البرنامج بتاع الماوس وفي برنامج بتاع الميديا البرنامج المشغل البرنامج بتاع الميديا ده مجرد ما قلبت الريموت بيشتغل معاك يعني هسه بيشوف الطريقة كيف بتاع الميديا وبتوقف الموسيقى او بناء من عندك كله التحكم فيها ده هنا بعد الباور ده
دائما نعرف المكونات حق الرموز هذا تكون من شنو الرموز فنشوف معكم فيها. In the last year, one video game company has taken an innovative step towards a new interactive style of gameplay, the Nintendo Wii. But it's the Wii's controller, the Wiimote, that's changing the industry. The Wiimote uses a combination of motion sensing technology as well as a pointer system to create a level of interactivity in games that was previously impossible. Inside the Wiimote, there is a speaker and audio amplifier chip. These allow for audible feedback from the right inside the remote. There's also a standard memory chip capable of storing up to 16.